بعد المانديبولار نيرف من الكونتينس اوف ذا انفرا تيمبرال ليجن هنجد فيه نيرف تاني اسمه المجزيلاري نيرف. المجزيلاري نيرف واحد من اربعه نيرفز قاعده في الانفرا تيمبرال ليجن. طيب احنا هنرسم مع بعض النورمال لاتراليز ومن خلالها نتعرض للكونتينس اوف ذا انفرا تيمبرال ليجن. فاكرين النورمال لاتراليز بداناها بحرف سي ورقم 3 والاوربت في صوره دايره صغيره ورا الجزء الاعلى من رقم 3 ثم حرف اليو اللي هو المجزيلا ثم الماستويد بروسس فالاكسترنال اوديتروميتاس فالستايلود بروسس. المندبول هيتحشر بتوين زي مجزيلا اند ستايلود بروسس. ده كان منظر سريع للنورمال لاتراليز. اما عن المجزيلاري نيرف كسيرفس اناتومي قاعد فين؟ جاي المجزيلاري نيرف في هذه المنطقه بالظبط، يعني جاي من الكرينيال كافيتي ومشي في جزء من الكرينيال، بعد ما طلع من الكرينيال كافيتي مشي في جزء منه في الانفرا تمبرال فوسا وجزء اخر في الانفرا اوربيتال كانال. اذا والبيجيننج بتاعه ده جاي من الكرينيال كافيتي كبيور سنسوري نيرف احد من كان واحد من ثلاثه خرجت من الترايجيمينال نيرف اللي هو الفيفث كرينيال نيرف. الكورس بتاعه نقسمه ثلاث اجزاء، جزء في الكرينيال كافيتي، الجزء الاخر في الانفرا تمبرال ريجون او فوسه، والجزء الاخر في التريجو بلاتين فوسه ومنها على الانفرا اوربيتال كانال. الاند بتاعه بعد ما يطلع من الانفرا اوربيتال كانال هيترمينيت ثلاثه برانشز. طيب تعالوا نشوف الكورس بتاعنا بتاع النيرف ماشي ازاي. هنرسم الارضيه اللي هيتحرك فيها النيرف من بدايته حتى نهايته. في الكرينيال كافيتي زي ما احنا قلنا قبل كده كان في فينس ساينس كبير، وفينس ساينس ده مصطلح معناه فينس شانل خاصه بالسيركوليشن داخل الكرينيال كافيتي. هذه الفينس شانل اللي كان اسمها كافيرنس ساينس او الجيب الوريدي المتكهف كان قدام منه فورمن اسمه فورمن روتندم، هو مدخل هيوصل ال ميدل كرينيال فوسا اللي كان فيها الكافيرنس ساينس بالتريجو بالاتاين فوسا. تحت الفورامن روتندم كان في لاترال تريجويد بليت وكان قدام منها المجزيلا، وهذا الركن اللي هو بيراميد الانشيب هو كان التريجو بالاتاين فوسا. فوق المجزيلا هنجد في عندي الاوربت، ويفصل الاوربت عن المجزيلا مجموعه الانفيريور او الانفرا اوربتال ستراكشر الاربعه. هيبتدوا بالانفيريور اوربتال فيشر هيليه من قدامه على طول الانفرا اوربيتال جروف ثم الانفرا اوربيتال كانال ثم الانفرا اوربيتال فورامن. دي هي توبوغرافيا الارضيه اللي هيمشي فيها المجزيلاري نيرف السكند برانش من الترايجيمينال نيرف اللي هو الفيفث كرينيال نيرف. ترايجيمينال نيرف جاي عندي من الميدل كرينيال فوس. ترايجيمينال نيرف عمل لي دايلاتيشن في المنطقه ديت انلارجمنت بيسموه ترايجيمينال جانجليون، خرج منها المجزيلاري نيرف. المجزيلاري نيرف واحد من اربعه نيرفس ماشيين في اللاترال وول اوف ذا كافيرنس ساينس. هنا نيرف دخل جوه فين؟ كالموست انفيريور ستراكشر اللي قاعد او امبيدد في اللاترال وول اوف ذا كافيرنس ساينس. هيغادر الكافيرنس ساينس، يعني هيغادر مين؟ الفينس شانل اللي قاعد جواها. هيبتدي يدخل في الفورامن روتندم. الفورامن روتندم ده البوابه بتاعه الخروج للمجزيلاري نيرف من الميدل كرينيال فوسا الى الفوسه الثانيه اللي اسمها تريجو بالاتاين فوسا. هيغادرها على التريجو بالاتاين فوسا، ومن التريجو بالاتاين فوسا هيمشي مشوار صغير ويطلع منه على مجموعه الانفرا اوربيتال ستراكشر الفيشر فالجروف فالكنال فالفورامن. ده كان الكورس بتاع مين؟ بتاع المجزيلاري نيرف. المجزيلاري نيرف هو ماشي هذا المسار بيديني عدد من البرانشز. ما ننساش ان المجزيلاري نيرف ده بيور سنسوري نيرف، فالبرانشز بتاعته كلها رايحه لي بتادي الى ايه؟ سنسوري انرفيشن للاستراكشرز اللي ريليتد. طيب ده الكافيرنس ساينس. نعيد تاني لاترال تريجود بليت الفورامن روتاندا ثم ده التريجو بالاتاين فوسا، هتبقى هنا دي عظمه المجزيلا وفوق منها الانفيريور اوربيتال ستراكشر. ادي الانفيريور اوربيتال فيشر ده الاوربت ثم هنا الجروف فالكنال فالفورامن. المجزيلاري نيرف جاي من ورا واحد من البرانشز اوف ذا تريجيمينال نيرف، مش المسار بتاعه في الكافيرنس ساينس الفورامن روتاندم التريجو بالاتاين فوسا الانفيريور اوربيتال ستراكشر. اول نيرف طالع منه سنسوري نيرف هو نيرف رايح يغذي المينينجيس اوف ذا ميدل كرينيال فوسا، هيسموه مينينجيال برانش. مينينجيال برانش ده سنسوري نيرف،
خارج للديو، رايح للديوره مطر اللي في الميدريكال نيرفوس. البرانشين التانيين هم جانجليونيك برانشز، تو روتس رايحين لجانجليون قاعده في التريجو او السفينو بلاتاين فوسا واسمها سفينو بلاتاين جانجليون، بيدينا بري جانجليونيك روتس رايحه للسفينو بلاتاين جانجليون. ثم ثلاثه نيرفس رايحين للمجزله، هيسموهم المجزله هتكون كلها على بعضها السوبيريور الفولار مارجن، فالثلاثه نيرفس هما السوبيريور الفولار نيرفس، واحد من ورا اسمه بوستيريور سوبيريور الفولار، هيتفرع لثلاثه برانشز لللاست 3 مولار تيس، اسمه بوستيريور سوبيريور الفولار نيرف، الثاني اسمه ميدل سوبيريور الفولار نيرف، هيتفرع لاثنين للي هما البري مولار تيس، الثالث اسمه anterior superior alveolar، هتفرع لثلاثة هيغذوا السنترال انسايزر واللاترال انسايزر والكناين. من الملاحظ لما نيجي نشوف السوبيريور الفولار نيرفس هنجد ان البوستيريور كان خرج من المجزيلري نيرف وهو في التريجو بلاتاين فوسا، اما الميدل سوبيريور الفولار كان خرج من النيرف كان خرج من المجزيلري نيرف وهو بداخل الفشر، اما الانتيريور سوبيريور الفولار كان خرج من المجزيلري نيرف وهو في داخل الكنال. اخيرا الثلاثه تيرمينال برانشز اللي هيخرجوا من المجزيلري نيرف اللي هما بالبيبرال برانش ونيزل برانش وليبيال برانش. بالبيبرال برانش هتغذي اللور اي ليد، والنيزل برانش هيغذي اللاترال سايد اوف ذا نوز اللي هو الجزء اللي بعيد عن الجزء الامامي، الجزء الامامي كان اوف سلمك، اما الجزء الجانبي من النوز او السايد اوف ذا نوز كان عن طريق النيزل نيرف او النيزل برانش اوف ذا ماكسيلري نيرف. اما النيرف الثالث اللي هو الليبيال نيرف كان هيغذي الابر ليب. بالشكل ده كان الديستريبيوشن او البرانشز اوف ذا سنسوري نيرفس اللي طالعه من الماكسيلري نيرف. اخيرا اخر واحد كان طالع من المجزيلري نيرف وهو بداخل الانفرا اوربيتال فيشر واسمه زيجوماتيك نيرف. زيجوماتيك نيرف ده بيمشي في الفلور اوف ذا اوربت في كنال خاصه بيه، يتفرع لفرعين اتنين زيجوماتيكو تمبرال وزيجوماتيكو فيشيال نيرف.